بقول لك ايه يا عم شبح؟ قوم رافخ. في واحده ساكنه هنا اسمها بسمه. قصدك البت بسمه بنت ام بسمه؟ هي فهمت. هو انت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من اجل ان انت ضيف بلدنا انت والباشا وتضيف بلدنا سلطان، انا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فكك من ام بسمه دي خالص، ومعايا ليك اصطفى حاجه كده، انما ايه؟ قولهاش. ده تخلص يالا وتقول البيت فين؟ خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدي على نفسك كده. ترى حرق قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقيه في وشك. ده البيت. يلا. لا انا استنى هنا، اصلا انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام. بسمة موجودة؟ ادفعوا عليه وعلى الأشكال اللي من طنطو، انتوا متدبقنا ولا ايه؟ مفيش وراكوا غيرنا، داهية تاخدكوا، ما جاش من وراكوا الا الوكسة إلهي تتوكسوا. اتكل على الله اللي خرم لك وشك. طب قلبك أبيض. هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي. ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعة، مفيش حاجة تشرب. بت يا بسمة واحد عايز. انتي بسمة؟ طب اقعدي. امتى اخر مرة شفتي فيها هشام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ما كنتش يعني اعرف ان اخو هشام شغال في المباحث. مباحث؟ يا لهوي! ياما لما ترموا ابنك بينضفيها. انا بتارية. نقي كلامك يا بت، جبتتي متلبشة. اكتمي بقى. اخر مرة شفتي فيها جوزك امتى؟ من كتير يا عيني. ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش. زي اللي قبلك. هو في حد جه قبلي وسأل عليه؟ إلهي تتهري مصارينهم. من يجي أسبوع. مين؟ شوف أنت بقى، لما حد يجي بيتك عايز يضربك، هيبقى عندك وقت تتساير معاه وتسأله اسمك إيه؟ وانت بتشتغلي ايه بالظبط؟ موديلز في التلفزيون. يعني اخوك متجوز البت اديله سنه وزياده، ما شفناكش يعني، ولما يغطس تقب زي القضا المستعجل وتيجي تسال عليه. هو الشبح كان مخفي فين؟ كنت في السجن. رد سجون يعني؟ يعني من الاخر كده ما تعرفوش عنه حاجه. ولا عايز اعرف. اخوك ده يا حبيبي ما بيعملش حاجه في حياته غير يلبسني المصايب ويطلع هو، حتى اخيرا مصيبه الواد ابنه ما هنش عليه حتى يعمل له شهاده ميلاد. ابنه؟ ماشي ماشي ماشي. سلام. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحية! لما رحت طعمت الواد حتى. شش.
رحيم! قول على رحيم يا رحمن يا رحيم. جايين عشان انا، خليكم زي ما انتم، مش هحسب لكم اي حاجه. ابني مالوش ذنب وعايز هشام اخوك، والنبي والنبي ربنا يخليك، ابني مالوش ذنب. حبيبتي ما ينفعش، ما ينفعش. أيوة خليك مكانك، ما تتحركش، أنا جاي لك حالا. هو إيه اللي جاي حالا؟ خدي بقى تاكسي وروح المنطقة كمان؟ معلش في مشكلة في الشغل يا حبيبتي لازم أحلها. بحبك. This
ده انت هنا، انت هنا رحيم. شاطر بألف. شبورة ورا الراجل ده هتلاقي شركة توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا بنت؟ مش هقول لك رايحين بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب رايحين بيه. جميل؟ جميل ايه؟ انا عملت معاك جميل امتى؟ انت لا يمكن هتفتكره، لكن انا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنه. قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي اديك شفتني يا سيدي. عشان اريحك ودماغك ما توديش وتجيب، من 15 سنه كنت انت ورجالتك في مصلحة في ليبيا. واحد من رجالتك اتدبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع، نسيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل، هيطرونا. انت الوحيد اللي مرضيتش وشلت جدته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغاية هنا ودفنت وسط حضن امه وابوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافي. انا زين اخو اشرف العافي. اظن كده بقى الجميل يترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل ده ما ربيتهولك، ولحد كده وستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير، انا اسف يعني. سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي ده اذا فضل حي عشان يفضل حي، لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك رحيم ده. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجت على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق انت صاحبك مالكش دعوه بيا. انا هعرف اسلك نفسي. بس خليك فاكر لا يسلم ولا يقهر ولا يفتري.